بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر زميلي محمد بن بريك المري. أتواصل إخواني المتابعين بتواصل أشواط اليوم. هذا هو شوطنا التاسع، ينطلق على بركة الله، شوط خصص للثنايا الإبكار وانطلاق هذه الأسماء. مجموعة مميزة، شعارات كبيرة حاضرة، شعارات حضرت في هذا اليوم الاستثنائي الخاص بسن الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة. وهذه الأسماء الكبيرة التي شاركت في صباح هذا اليوم في هذا المهرجان الكبير. التماس إخواني المتابعين في المركز الأول، تتواجد بشعار هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري على المركز الأول وعلى الصدارة، تليها مباشرة شعلة على المركز الثاني لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث الزبارة أو الزيارة. الزبارة تحتل المركز الثالث، تتواجد بالمركز الثالث لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الآخر، أعتقد بأن شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد أبو حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع تعابير، ويضمرها خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي على المركز الرابع، رقمها 9. ورقم 1 الرقم المميز عند محمد بن خالد العطية المشاغب مع انطيلة على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية العملاق. إخواني المتابعين، هذه الأسماء في النداء الأول لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة. أتابعنا وسنتابع في هذا اليوم 16 شوطا في الفترة الصباحية، 16 شوطا ستحضر فيها الأسماء الكبيرة والعملاقة والمميزة. الفترة المسائية أيضا لا ننسى أشواط رئيسية ذهبية حضرت إن شاء الله فيها الأسماء العملاقة في فترة المساء. نتمنى التوفيق لكل الشعارات المشاركة من أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. أعود إخواني المتابعين في هذا الشوط اللي يحمل مجموعة وأسماء ذهبية، يحمل أسماء كبيرة عملاقة. شاهدنا هذا اليوم أقوى أشواط الثنايا في الفترة الصباحية، احتلت وفازت فيه صيادة، صيادة الهجن الشحانية اللي فازت مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. عندها أفضل توقيت يقول لي أحمد السادة أو علي بوشارك 12:31 20 جزء من الثانية، عندها أفضل توقيت حتى هذه اللحظة، حتى الشوط التاسع عندها أفضل توقيت. بعد ذلك حضر كرار في شوط الأشواط اليوم، حضر كرار في أقوى أشواط القعدان وأعتاها على الإطلاق في الفترة الصباحية. حضر بشعار هجن الشحانية، حضر المضمر سالم بن فاران، قدم كرار، فاز مع كرار، انتزع السيارة تويوتا ستيشن جي اكس ار، سجلت ودونت باسم كرار في هذا اليوم. تهانينا الهجن الشحانية ولك يا سالم يا بن فاران. هذا هو شوط لائق الأهمية، كل الأشواط هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. إخواني المتابعين، على فكرة أشواطنا المفتوحة، تشارك هذه الأسماء، وهذه الأسماء كل هذه الأسماء لها سجلات حافلة، كل هذه الأسماء لها 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 تاريخ، لها تاريخ مشرف. كل اسم من هذه الأسماء يحمل أيضا إنجازات وسجلات حافلة رافقت مسيرة كل مطية تشارك في هذا الشوط. لو نبحث في المسيرة الرياضية مع من تحتل المركز الأول مع شعلة نلقاها عندها رصيد مليء بالإنجازات، وأيضا اللي بالمركز الثاني تعابير عندها رصيد مليء بالإنجازات، وثالثا أيضا الوجبة عندها رصيد مليء بالإنجازات. وهذه التماس
والمركز الخامس وصول ايضا ووجود الزبارة ايضا رصيدها مليء بالانجازات. ناهيك عن الاسماء اللي بعد المراكز الخمس ايضا عندها 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 رصيد عندها رصيد. شعار سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متواجد بهذا الشوط. شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان متواجد بهذا الشوط. شعارات وشعار الرئاسة أيضا متواجد بهذا الشوط. يا سلام، يحمل نوعيات مميزة مشاركة هذه الشعارات العملاقة من أصحاب السمو الشيوخ والسعادة اللي يشاركون في سباق المؤسس. طيب الله ثراه، يحرصون على تقديم النوعيات الممتازة والنوعيات القوية والنوعيات التي تحصل على ناموس. نعم، هذه العزب مغرب عليها تقديم النوعيات الكبيرة والمميزة، مغرب عليها هذه العزب الكبيرة والأهرام في عالم سباقات الهجن. تحمل في طياتي وسجلاتي أيضا هذه العزب الكثيرة والكثيرة والكثير من الأسماء المهمة اللي ظهرت. هناك أسماء لم تظهر إخواني، لم تظهر، هناك أسماء كبيرة لم تظهر حتى هذا اليوم، أسماء مهمة نعرفها وتعرفونها، أسماء كبيرة. في الفترة المسائية إن شاء الله اليوم بتشوفون أسماء أيضا ستدون حروفها من ذهب في هذا العالم الساحر. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. أعود بعد هذا الفاصل إلى مجريات الشوط. المركز الأول والمركز الثاني، الوجبة وشعلة في تنافس مثير، كلاهما الهجن الشحانية وأيضا مرهن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، رقم خمسة ورقم ستة على الكادر الفوقاني عبر الهواء مباشرة. ينطلقنا بالمركز الأول، يتابعنا مسلسلات الناموس، ينطلقنا انطلاقة صيادة على المركز الأول والثاني. هذا هو الوهيبي اللي يقدمهم في هذا اليوم، يقدم هذه الأسماء العملاقة والكبيرة. المركز الثالث، هذا شعار ضيف من دولة الإمارات ومن المرموم وأهالي زعبيل يتابعون انطلاقة تعابير لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمر تعابير خالد بن المر بن سعيد بن حلوى الاكتبي أيضا من المضمرين المميزين الكبار. المركز الرابع، المركز الرابع، الزبارة على المركز الرابع، أحد الأسماء المهمة والقوية وصاحبة الإنجازات تنتقل بدورها إلى المركز الرابع. الهجنة الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وتدخل وهج في أول نداء لها، تدخل وهج في هذا الموقف بعد أن تجاوزنا لوحة الثلاثة. أبو حمد، حنا تجاوزنا لوحة الثلاثة الحين، الحين تجاوزنا لوحة الثلاثة وعندنا وهج بالمركز الخامس. الهجنة الشحانية ويضمرها سلطان الوهيبي من الجانب الآخر، تدخل في هذا الموقف وفي هذه اللحظة، وسمحة تحتل المركز الخامس، سمحة تحتل المركز الخامس. الهجنة الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهذا الشعار أحد أهرام العمالقة في سباقات الهجن العربية الأصيلة، أحد العمالقة في سباقات الهجن، شعار هجن الرئاسة بالإضافة إلى شعار هجن الشحانية الغني عن التعريف، غني عن التعريف هذا الشعار، وهجن العاصفة، الأهرام الثلاثة، ناهيك عن شعارات كبيرة أيضا تشارك وتنطلق وتتابع مسيرة الناموس، شعارات أصحاب السمو والشيوخ اللي لا نقل لأهميتها، نعم وجودها ووجود الأسماء الكبيرة الحاضرة والمنطلقة والمشاركة في هذا اليوم. وفي أيضا هناك شعارات لم تظهر، لم تظهر ولكن ستظهر في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. إخواني المتابعين، نحن مع المقدمة، مع المركز الأول، مع الوجبة اللي تحتل المركز الأول وتنطلق بالصدارة. الوجبة رقمها خمسة على الصدارة، الهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الوجبة اسم مهم، اسم مهم يتابع من قبل المضمرين، من قبل المضمرين. الوجبة اللي من المركز الأول، هجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. المركز الثاني رقم ستة يا أحمد يا السادة،
على المركز الثاني. هنا تتابع شعلة من قبل المضمر سلطان الوهيبي بشعار هجن الشحانية. تابع يا علي أبو شارب، تابع هذا الانطلاق. المركز الثالث رقم 9 تدخل التعابير لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها خالد بن المر بالحلوة. الكتبي رقم 4 تدخلت وهج، وديروا بالكم على وهج اللي تحتل المركز الرابع الهجن الشحانية، ويضمرها سلطان الوهيبي. من الجانب الآخر سمحة تدخلت، انطلقت سمحة بالشعار الرياسة القادم من الوثبة من العاصمة أبو ظبي للمشاركة في هذا الشوط. هنا سمحة الهجن الرياسة عند سين بن أحمد بن دري الفلاحي ولوحة واحد عن خط النهاية، والأمور مع الشعار هجن الشحانية على المركز الأول. على المركز الأول تنطلق اللي قامت راس الوجبة على المركز الأول. الوجبة ويا سلامي على الوجبة، يا أحد المناطق الجميلة عندنا في قطر، أحد المناطق الجميلة المميزة، أحد الأسماء أيضا المهمة عند هجن الشحانية. الوجبة بالمركز الأول. تحركت شعلة، انطلقت شعلة، تحركت وهج، تحرك شعار الرياسة مع سمحة، ولكن المركز الأول الوجبة. ويا سلامي على الوجبة، الوجبة وشعلة ووهج كلاهما، والثلاث المراكز الأولى عند الوهيبي، عند العملاق، عملاق المضمرير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من قدم في الشوط الرئيسي الأول صيادة يقدم الوجبة وخط النهاية، يقف احتراما وتقديرا لهذا الشعار الكبير، شعار هجن الشحانية، وتقديرا للوجبة المحتلة للمركز الأول. تهنئة لمن قاد الوجبة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر الوجبة، ومضمر وهج اللي بالمركز الثاني، ومضمر شعلة اللي بالمركز الثالث. المركز الرابع هنا سمح الهجن الرياسة، والمركز الخامس تعابير لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس إخواني المتابعين لهجن الشحانية على فوز الوجبة بالمركز الأول، احتلالها للصدارة. قامت راس وانهت الشوط راس. تهانينا لهجن الشحانية على انتصار وفوز الوجبة بالمركز الأول. تهانينا والناموس لمن قادها بكل ثقة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن تهانينا والناموس. توقيتها الزمني 12:52، 17 جزءا من الثانية. الوجبة لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، وهذه اللي بالمركز الثاني 12:52 و62 جزء من الثانية. هذه وهج الهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي أيضا. والمركز الثالث رقم 6 12:55 جزءا من الثانية في توقيت الشعلة، الهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.